عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج مدرسه اللاهوت. كنا نتكلم في الحلقه السابقه عن ان انقياء القلب يعينون الله روحيا. ففي سلم الارتقاء الروحي في الموعظه على الجبل كانت الخطوه السادسه نقاوه القلب. لكن ننتقل الى خطوه سابعه وهي صنع السلام. ف متى خمسه الايه تسعه طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله أبناء الله روحيا يدعون صانع السلام ابن لله روحيا لا يستطيع أن يصنع السلام الحقيقي بين الله والناس غير حد ابن لله أصبح في علاقة حقيقية بينه وبين الله فينادي أن تصالحوا مع الله ينادي بخدمة المصالحة فينادي بالسلام مع الله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طبعا صانع السلام الارضي او كده طبعا اكيد مش هيقدر يصنع السلام الارضي غير بمساعده الله فطوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون دي متى خمسة الايه تسعة هي دي المرحله السابعه في سلم الارتقاء الروحي فالسعيد هو الذي يصنع السلام والسلام على فكره ليس مجرد غياب الخصام فقط بل حصول الانسان على ما يسعده ويمتعه، وصانع السلام يقدم لمن حوله الخير الاسمى. الحكمه التي من فوق الكتاب بيقول لنا والحكمه التي من فوق فهي اولا طاهره ثم مسالمه مترفقه مذعنه مملوءه رحمه واثمارا صالحه عديمة الريب والرياء دي يعقوب رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الثالث الآية 17 الحكمة التي من فوق فالناس اللي عندهم اللي بيقدروا يصنعوا السلام دول عندهم حكمة إلهية حكمة من فوق فهي حكمة من عند الله من فوق فهي أولا طاهرة مسالمة مترفقة والحقيقة مملوءة رحمة وإثمارا صالحة عديمة الريب والرياء هي دي الحكمة الحقيقية اللي ممكن الشخص اللي عنده هذه الحكمة الإلهية يمكن أن يصنع السلام الحقيقة أنه في حقيقة عن أنه أنه من الذي يصنع السلام الحقيقة الله هو الذي يصنع السلام الله هو صانع السلام فلو تدرجنا في السلم زي ما قلنا قبل كده يرتقي في السلم السلم الروحي أه ويصل إلى درجة نقاوة القلب بعد ما يحزن على خطاياه ويتوب وبعدين يبتدي يرحم أه هو رحم متأكد يرحم أه غيره ويرتقي ويرتقي, ويرتقي إلى نقاوة القلب لابد أن يجد سعادة في صنع السلام فيسير على مثال المسيح على فكرة اللي يسير على مثال المسيح فإنه كان صانع سلام طبعاً لكن قمة صنع السلام إيه اللي عمله المسيح إيه قمة صنع السلام صنع سلام على الأرض الحقيقة صنع سلام بين الأرض والسماء إنها خدمة المصالحة إن الله في المسيح صالحنا والشاهد اللي أعتقد إن معظمنا حفظه واللي مش حفظه أرجو إنه يحفظه لأنه شاهد مهم جدا في كورنثوس الثانية أصحاح خمسة الآية 17 و 18 بيقول كده إيه إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة القديمة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله هو يعني صار جديدا بس خدوا بالكم ده جاي من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة يعني صالحنا إحنا للمسيح وخدمتنا خدمة المصالحة زي ما احنا أصبحنا في سلام بيننا وبين الله ننادي للناس أن تصالحوا مع الله فهو أعطانا خدمة المصالحة أن ننادي للناس ليتصالحوا مع الله فطبعا كلنا عارفين أنه من الأصل الخطية فصلت الإنسان عن الله و وطبعا سعيد الإنسان الذي يتصالح مع الله فيقول مع المؤمنين إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله دي رمية خمسة الآية واحد واثنين بتبتدي بأنه إذ قد تبررنا بالإيمان فنلاقي قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله فهنا السلام الروحي السلام اللي بين الانسان والله وبعدين احنا قبل كده لسه بنقول خدمه المصالحه ان احنا ننادي فاحنا اصبحنا في سلام معنا بيننا وبين الله لكن لازم ناخد بالنا انه بهذا السلام بهذه المصالحه صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله نشكر ربنا من أجل هذه النعمة التي نحن فيها مجموعة النعمة هنا هي العطية المجانية أن الله صالحنا في المسيح عشان كده نقدر نعمة ربنا يسوع المسيح النعمة هي العطية المجانية العظمى عطية الخلاص السمين النعمة طبعا في نعم ممكن يتقال عليها بركات وفي حاجه ممكن يسموها النعم العامه وهي الحقيقه بركات لكن النعمه هي التي انعم بها الله علينا في المسيح في عمل المسيح فالمؤمن فالاول صانع السلام هو الله لكن نقطه تانية مهمه انه المؤمن في سلام مع نفسه في سلام مع الله وبعدين سلام مع نفسه فمن يصنع السلام ترتقي نفسه في الروحيات فهو في صلح مع الله ومع نفسه والواقع اننا في حرب روحيه لانه بيقول لنا اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن الذين هم للمسيح فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح دي غلاطيا خمسة الآية 16 و17 وبعدين 24 و25 المؤمن أيضا في سلام مع الآخرين هو سامح الآخرين الله سامحه وسامح الآخرين لكن كمان مش بس سامحهم هو في سلام مع الآخرين سلام حتى مع اللي هم بيعادوه انا ما عنديش اعداء لكن هم اللي ممكن يعدوني عشان كان المسيح بيقول لنا ان احنا نحب حتى الاعداء اللي هم بيعدونا لكن احنا مش اصلا مف... احنا عدونا الكبير مش اشخاص عدونا عدونا الكبير هو ابليس وجنوده ممكن يستخدم اشخاص ممكن يستخدم اي ارواح ممكن يستخدم اي حاجه بس العدو الحقيقي هو ابليس وجنوده فعشان كده حربنا ليست بين دم ولحم لكنها ضد قوات الشر الروحيه. المؤمن في سلام مع الاخرين عندما اصنع السلام مع الاخرين اسعد اكون سعيد. يقول اشعياء ليس سلام قال الهي للاشرار. طبعا السلام لمين؟ للابرار. عشان كده عندما اصنع السلام مع الاخرين اكون سعيد. اشعياء 57 ايه 21 ليس سلام قال الهي للاشرار. والحقيقه انه كمان الكتاب بيوصينا آه ان احنا بيقول لنا كونوا متحدي الفكر كونوا متحدي الراي فنقرا نصا انه آه في بطرس الرسول الرسالة الأولى بطرس الرسول الرسالة الأولى أصحاح ثلاثة هنقرأ من ثمانية لحداشر أربع آيات ثمانية 9 10 11 من 8 ل 11 اربع ايات مهمين جدا بيوصينا بيهم الكتاب بيقول لنا ايه؟ والنهايه كونوا جميعا متحد الراي بحس واحد ذوي محبه اخويه مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمه بشتيمه بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر ده بيكلم مؤمنين مش بيكلم خاطئ بيكلمنا ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثري في أثري في بطرس الرسول في الرسالة الأولى أصحاح ثلاثة الآيات دي اللي أنا قريتها بيتكلم على الشخص اللي بيقاوم الشر بيحب الحياة ممكن يرى أيام صالحة يكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير وهنا دي الحرب الروحية لأن اللي ممكن يقودنا للطريق الغلط الشيطان بأفكاره بطرق المختلفة لكن احنا بنقاوم ابليس قاوموا ابليس فيهرب منكم وارجو ناخد بالنا قاوموا ابليس فيهرب منكم ده مش للخطاه ده للمؤمن بيقول لنا يعني ان احنا نقاوم ابليس فيهرب منا لان حربنا ليست مع دم ولحم لازم ناخد بالنا جدا لان لما نبقى عارفين كده نستعين بعمل الروح القدس عشان اللي هيهزم الروح ارواح الشيطانيه دي هو الروح القدس الحقيقة كمان ما أجمل أن نطيع الوصية إذا أخطأ إليك أخوك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له دي لوقة 17 الآية 4 لا تجازوا أحد عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس دي رومية 12 الآية 17 و 18 لا تجازوا أحد عن شر بشر معتنين بأمون حسنة قدام جميع الناس مش قدام اللي يسوى يسواش قدام الجميع إن كان ممكنا فحسب طاقتكم وكل على فكرة ما بكده بت... بي... بي... زي ما يكون بيحصل ستريتش لطاقتك وبتقدر تسالم ناس أكتر سالمون جميع الناس على حسب طاقتكم كل ما بتعمل كده زي ما بتعمل تمرين وتقدر تسالم جميع الناس أكتر من أي وقت مضى حاجة تانية بالنسبة للمؤمن والسلام المؤمن يصنع السلام بين الناس من يرتقي في, في السلم الروحي يصنع السلام بين الناس والله وبين الناس وبعضهم فلما نرجع للشاهد بتاع المصالحة الآية 19 كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية قرينا قبل كده 17 نوصل ل 19 بتتكلم عن أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالح أن إذا إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله حاجة تانية بالنسبة لصانع السلام صانع السلام هو ابن الله كان ممكن نقولها أول حاجة لكن القوية دي خلتها في الآخر صانع السلام هو ابن الله الحقيقة أنه لو رجعنا الخلفية دي وقت المسيح ما كان على الأرض كان الناس العبرانيين دول كانوا بيطلقوا لقب ابن السلام على من يشجع غيره وابن الوعظ أو ابن التشجيع على اللي يوعظ و... و... عشان كده في في سفر الاعمال يقول لك ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرص الجنس لكن الفكره يترجم ابن الوعظ الحقيقه انه في وسط هذه القرينه المسيح بقى قال لهم لا صانعوا السلام بقى هم ابناء الله اعلى حاجه صانعوا السلام هم ابناء الله بمعنى انهم يقومون بصنع السلام كما يفعل الله وقمة صنع السلام مش إن ناس متخانقين لا إنك تصنع السلام بين الإنسان والله إنك تقدم الرسالة فعندما يقبل يبدأ يكون هناك سلام بينه وبين الله وبعدين كمان السلام الاجتماعي بين الناس لكن كمان السلام بالمناداة بالإنجيل فعندما يقبل الناس إلى المسيح يصبحوا في سلام حقيقي مع الله وده قمة السلام ننتقل لخطوة تامنة بس بعد فاصل قصير ننتقل إلى الخطوة نقدر نسميها الخطوة الأخيرة في الارتقاء الروحي اللي هو احتمال الألم. خلينا بعد فاصل نتكلم على الدرجة التامنة في السلم، سلم الارتقاء الروحي. شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على bo box 3610 seal beach california 907 فورزيو. ننتقل إلى السلم لدرجة تمنى السعيد هو الذي يحتمل الألم ده باختصار للكلام الكتابي الموجود في متى خمسة من عشرة لاثناشر الثلاث آيات دول بيكلمونا عن احتمال الألم من أجل المسيح ونحن صانعون خيرا مش هنبقى لأن احنا عملنا مشكلة فبنتألم نتعلم نتألم نتيجة مشكلة دي نتألم براحتنا لكن طوبى لنا لو كان ده من أجل البر من أجل اسم المسيح عشان كده الكتاب بيقول لنا طوبى للمطرودين من أجل البر لأنها لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم يا خلينا زي الأنبياء الذين قبلنا طردوهم فيعني تصور وإنت يعني مجرد بديت تبقى تابع حقيقي إلى الله بيسويك بمين الحقيقه انه المطرود من اجل البر بيحتمل لأن له ملكوت السماوات هو لا ينظر للامور الماديه المتعبه اللي ممكن يكون فيها والضغوط الرهيبه والضربات والممكن حتى والسجن او اي ضربات او اي الم او اي خسائر او اي ضغوط عليه من اجل البر لانه شايف المدينه السماويه شايف انه له ملكوت السماوات ده الوعد توبة المطردين من اجل البر ان لهم ملكوت السماوات الحقيقه انه الدرجه العليا في سلم الارتقاء الروحي هي لمن يحتمل الالم من اجل المسيح فالمؤمن يطيع الوصيه ويحب الرب من كل قلب وفكره وقدرته يحب البشر جميعا اصدقاء واعداء مش انا بعديهم هم بيعدوني ومع ذلك انا بحبهم طبعا دي مقدره ما بيديهاش غير الرب، ما نقدرش من انفسنا كده اجتماعيا، لا دي عايزه قوه روحيه من عند الرب. ويحتمل الالم والافتراء لاجل اسم المسيح، الذي قال من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنه اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا ياخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها. ومن أضاع حياته من أجلي من أجل المسيح يجدها دي متى عشرة التلات آيات سبعة 38 39 تسعة وتلتين. من سبعة وتلاتين لتسعة وتلتين في متى عشرة تتكلم على أنك أي تضحيات حتى تضحيات اجتماعية عائلية رهيبة من أحب أبا أو أما من أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني اللي هيبيع المسيح عشان شخص حتى لو كان حبيبه اللي ايه الحقيقه هنا المسيح بيحط ان انت الحاجه الاجتماعيه العائليه دي هتخليك تنكر المسيح عشان بتحب شخص من دول الاقرباء القريبين دول لا انت هتعلن المسيح وان ده هيعلن كرهه ليك وهيعلن انه عايز يقتلك لكن انت اعلنت حبك لله وتضحيتك مهما كان فمن احب ابا او اما اكثر مني طبعا مش بس احب وما كلنا المفروض نحب واكرم اباك وامك آه لكي تطول ايامك على الارض فدي وصيه لكن الفكره ان انت لما يجوا في الميزان ما بين يا ابني انت هتمشي ورايا ولا المسيح بتاعك؟ لا يابا انا ماشي وراك. لا انا همشي ورا المسيح، طب انا هعملك، طب انا هحرمك. و ناس مؤمنين حقيقيين اتحرموا من الميراث اتضربوا وهينوا عشان كده الكتاب بيكلمنا على انه الناس دي ممكن فعلا يحصل بالنسبه لهم اضطهاد حقيقي مطرودين من اجل البر طوبى لكم اذا عيروكم لان في مرات منهم ناس يعني يقول عليهم مجانين يطردوهم يعني في ناس حتى اهاليهم بيودوه مستشفى المجانين اليوم المقدره والسلطان يودوا عياله مستشفى المجانين او قرايبهم عشان اصبحوا مسيحيين تصوروا مش بس هيقولوا عليهم كلمه شريره ده واقع حصل وبيحصل الحقيقه إذا قالوا عليكم ده من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماويات. الحقيقة أنه أعلى درجات السلم ارتقاء أن تضطهد من أجل المسيح. السعيد حقا هو الذي يطيع وصايا المسيح فالمسيح قال لتلاميذه حين قال المسيح لتلاميذه ان اراد احد ان ياتي الي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجل يجدها لانه ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه العالم كله ماديات هتربح ايه تخسر نفسك روحيا تبقى خسرت كل حاجه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه نفسك روحيا لما تبقى في علاقة مع الله دي أهم من أي حاجة مادية في العالم فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله دي متى 16 الآية 24 ل 27 الحقيقة في التطويبات الثلاثة اللي لازقين في بعض دول اللي هم المطرودين من أجل البر هذه التطويبة تعطي المسيح يعطي المسيح ثلاثه اسباب للسعاده من اجل ط... يعني سعاده من طرد من اجل البر. واحد ان لهم ملكوت السموات الايه 10 او الواحده. لهم ملكوت السموات. كان شاول راضيا بقتله على استفانوس شاول اللي هو بو... اللي بعدين وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على موضوع قتل استفانوس وفي اعمال ده في اعمال ثمانيه كمان نلاقي الكلام ده لكن هو في اعمال سبعه كانت القصه بحالها ومات استفانوس شهيد لكن في اعمال ثمانيه بيحكي لنا بقى ان شاول كان راضيا بقتل استفانوس كان واقف موجود الحقيقه انه كتاب بيقول لنا ان الله امين لم تصبكم تجربه الا بشريه ولكن الله امين في كورنثوس الاولى عشرة. كورنثوس الاولى اصحاح 10 الايه 13 بيقول لنا لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين. والحقيقة إنه من زمان اختبر يعقوب هذه الصحبة السماوية وقال لنا احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، ده الرسول يعقوب إنه احتمل وكان بيقول لنا كمان احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربه لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياه الذي وعد به الرب للذين يحبونه، ده رساله الرسول يعقوب رساله الاصحاح الاول ايه 2 وبعدين قريت ايه 12. في رميه الكتاب بيقول لنا لا تجازوا احد عن شر بشر معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس إن كان ممكنًا فحس فحسب طاقتكم سالم حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، ومن شوية كنت بقول لكم حسب طاقتنا وكل ما نحتمل أكثر كل ما كأن طاقتنا دي بيحصل فيها استرتش، لما بتيجي تحتمل حاجة بعد كده ممكن تيجي حاجة أكبر تلاقي نفسك اتمرنت فتقدر تحتمل وتكتشف إنه طاقتك في الاحتمال بتزيد. الحقيقة إنه لا تجازوا أحد عن شر بشر، بل معتنين بأمور حسنة. قدام جميع الناس ان كان احد ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس الحقيقه انه كمان الشخص اللي هيحتمل الالم بهذه الطريقه لانه هذا يبين صدق ايمانهم الايه 11 فاستفانوس اللي كان بيرجموه الحقيقه انه في اعمال سبعه القصه كامله اعمال سبعه تسعة وخمسين كانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم له لا لهم هذه الخطيه وكانه يتشبه بسيده على الصليب لما بيقول لله الاب لا تقم لهم هذه الخطيه هنا نفس الكلام استفانوس هو بيموت وهم اللي بيقتلوه يا بيقول لهم لا تقم له هذه الخطيه ربنا يسعدنا ان احنا نحتمل الالم من اجل المسيح لان نكون بننظر الى المجازاه فنستهين بهذا الخزي المادي او الارضي لان قدامنا السماء وقدامنا اللانهايه في المسيح يسوع والرب معنا